قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان معظما بين الناس أو محقرا، سواء كان ذا مال أو كان فقيرا، ومن يطع الله والرسول فيتعلم العلم النافع ويعمل بهذا العلم، لأن أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قالوا بأن الذين أنعم الله عليهم هم الذين تعلموا العلم النافع وعملوا به. قالوا: ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال سفيان رحمه الله تعالى: من تعلم العلم ولم يعمل به ففيه شبه باليهود، ومن لم يعمل بالعلم ولم يتعلم وإنما عبد الله بالبدع ففيه شبه بالنصارى. والمؤمن الموفق الذي أنعم الله عليه هو الذي يتعلم العلم ويعمل بهذا العلم. وده يا جماعة بتختصر لك الدرب. انت لو دار يوم القيامة تكون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، وتكون قاعد وديل الأنبياء قدامك وتجالس وديل الصديقون كأبي بكر رضي الله عنه، وديل الشهداء كحمزة رضي الله عنه، وديل الصالحون كالزبير وكعبد الرحمن بن عوف إلى غير ذلك، وتكون في هذا النعيم العظيم وتتقلب في ملذات الجنة، فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي يا جماعة واضحة جدا، دار تكون مع الأنبياء آي، ومع الصديقين ومع الشهداء ومع الصالحين آي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن للأسف الشديد أكثر الناس يقدم طاعة الأسياد والكبراء والأصحاب والأهل والآباء على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقرأ القرآن، أقرأ القرآن. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب انتوا ليه ما أطعتوا الله ولا أطعتوا الرسول؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. دي في سورة الأحزاب. وفي سورة سبأ قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا، قال ابن كثير هم الأتباع للذين استكبروا هم القادة،
لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. شوف الكلام ده واضح كيف بيقولوا متين يوم القيامة في الدنيا تلقاهم دنجر وسيده قاعد في العنقريب لو أمروا بالكفر قال لنا ديني في الشدائد ما برود عليه. لو قال له أي محل دار تمشي ليه لو ما جيتني بيحصل لك وبيحصل لك ما بيقدر يرود عليه. تلقى في الدنيا ذليل وحقير يوم القيامة برود عليه في وشه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الله قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هلق الله شوف الموقف ده هزوا له ورفعوا في تاتشر خاتين فوق لي جنازير ملبسينه دمورية وقاعد ماشي في الشارع العربية ماشي وبيجاي عساكر وبيجاي عساكر راكب فوق التاتشر تلقى خجلان مدنقر والنساوين عينوا له والشفع يضحكوا عليه والكبار وأي زول سيئبه والظن ده مجرم وعلى ربطوه. تخيل يوم القيامة الأنبياء كلهم واقفين وإنت مربط والرسل كلهم وأصحابك عينوا لك والناس كل أنا كنت مجرم في الدنيا عشان كذب الشكل قدام الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله سبحانه وتعالى قال في سورة إبراهيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والله يا ما هذا موقف صعب مرة واحد. الزول لما أبوه يعصره في اللوضة ويجيبه بالخرطوش الشافع تلقاه سوى له مشكلة وأبوه يدخل اللوضة ويقفل الباب ويجيبه بالخرطوش لو الولد واقف وصاري أبوه ما بيرحمه بجلده. لكن لما يبكي ويصرخ أبوه بيرخي بيرحمه شو بيرخي. وقال لك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا نكورك منكورك ما في أي طريقة. كي موضوع خطر جدا. ولذلك يا جماعة الزول يراجع نفسه أنت مصاحب منه ومتابع منه ومتبع منه. الله قال واتبع سبيل من أناب إلي. الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ديل الرجال اللي بيتابعون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وطلحة والزبير وأبو عبيدة عامر الجراح وسعد بن أبي وقاص وأبو عقيل والجماعة ديل الرجال الصادقين الجد مفروض تتابعون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية.
ولذلك يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن في سورة غافر: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب. الزول يا جماعة يوم القيامة لتبت بتتابعوا ده ما بيغني عنك من الله شيئا. ولذلك قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما يغشوك، يقول لك يوم القلوب الكظم أبو قرون بجيش تنظم. والله يا أبو قرون يتنظم لما يعرف شيء، أبو قرون يتنظم يوم القيامة ينظم الناس. وأي شيخ قال المريد يعرفه بصوت الطبل بتاعه، ده تر 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 وداك تل 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 وداك كش كش كش. معقول يا أخي؟ ويوم القيامة الله قال فيه: وخشعت الأصوات. عليك الله يشوف القوة دي. ملائكة ديل كم؟ الملائكة اللي بيخشوا وبطوفوا بالبيت المعمور ديل كم؟ ألف ملك. وديل كل يوم بس بيطوفوا طوف واحد بيمشوا في السماء، تاني ما بيجوا ليوم القيامة، تاني آلاف يجوا يطوفوا يمشوا ما بيجوا ليوم تاني اللي بعدهم. ده كم ملك، كم جن لافين. أي إنسان على وجه الأرض عنده قرين، كم جن لافين في الأرض دي من زمن آدم عليه السلام ومن قبله ولليلة. كم بشر فيهن الملوك فيهن الرؤساء فيهن الوزراء فيهن الأغنياء فيهن الفقراء فيهن المأدبين فيهن القليلين أدب. كل الخالق ده شت يوم القيامة ما بتسمع حرف. أنا قال الله جوا القوة دي. ولا أفزول بيقول يا أخي الوقفة دي طويلة أخذ جنودة ونحن جوعنا، ما أفزول بيتكلم. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال بعض المفسرين همسا صوت الأقدام، يعني ما بتسمع إلا بس في ناس ماشيين جايين يقيفوا وديل واقفين وديل واقفين. تقول لي يوم أنا ماسك في فلان وفلان بينجيني، وأنبياء بيقولوا نفسي نفسي، هو أمم كاملة. الله قال: وترى كل أمة جاثية، يقعوا في الأرض على الركب. هناس الله قال عنهم: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نجوم واقفة سنين تقع يوم القيامة كرر زي المطر، وكواكب وبشر وخلق وناس خايفة ووجل. تقول لي يا أخ فلان وعلام من الناس، الزول يا جماعة يتعلق بالله ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وما يقدم كلام الناس على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كلام الأسياد ولا كلام الكبراء. خلي الكبير عندك الحق. في سنن الدارمي، في سنن الدارمي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لبعض الناس في الحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله. قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الحكم في الحج والعمرة كذا وكذا. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما سمعوا الحديث وقالوا خلافه، لأنه ما سمعوه، لو سمعوه ما بخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس سمعوا كلام أبي بكر وكلام عمر رضي الله عنهما، لما سمعوا كلام ابن عباس رضي الله عنه وأتى بالحديث قالوا: ولكننا سمعنا أبا بكر وعمر يقولان كذا. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يعني اللي انتوا بتقولوا فيه ده ما سهل، ده كلام خطير. يا ناس قال لهم كلامكم ده خطير جدا. كلام شنو؟ قالوا: قال أبو بكر وقال منو؟ عمر. ديل جبال، ديل في السلسلة الصحيحة: من يطع أبا بكر وعمر فقد رشد، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر.
قال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الناس قال لهم أقول لك والرسول قال، تقول لي أبو بكر قال وعمر قال، وديل العظمة أعظم ناس في الأمة، هسي زول تقول لي قال رسول الله، يقول لك شيخنا البرعي قال وشيخنا المكاشفي قال والقائد حسن البنا قال والهواري قال وقال عبد اللطيف قال وزعيد قال وزعمود قال ومعيط قال. معقولة يا أخي؟ معقولة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. زول اتقي الله يا أخي. الله قال في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في هذه الآية عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يقولون قال سفيان. أقول لهم الرسول قال والسند صحيح، يقول لي سفيان قال. قال أنا متعجب في دل سفيان. سفيان ده شيخ الإسلام تيمية قال علماء الأرض في عهد أتباع التابعين أربعة أعلم ناس على وجه الأرض. قال قال سفيان الثوري والليث بن سعد في مصر وأبو عمرو الأوزاعي في الشام، سفيان في العراق، قال ومالك بن أنس في الحجاز أو في المدينة. ديل قال أعلم ناس. بعد أعلم ناس كلامه ما يقدموا عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا جماعة الموضوع واضح جدا، دار تنجو تابع الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تشتغل بالناس، والله والله بيجعل لك رفعة وبيجعل لك هيبة. أي زول خالف السنة الله بزله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن شانئك هو الأبتر الأقطع. وانتهي سيرته ذات حدها معينة وبتنتهي، ما بيمدحوه كثير. والزول اللي بيتبع السنة ورفعنا لك ذكرك، يرفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الذين يتبعوه. شكايا الله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والسنة فيها الهيبة، والسنة فيها النضرة، والسنة فيها النور. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. الزول اللي بيقول قال رسول الله وجيب الحديث زي ما قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول دعا عليه إنه الله ينضره، ينضر وجهه. عشان كيف تلقى أهل الحديث عندهم هيبة، واحد من بعيد تلقاه يشوفهم إرجف وما يقدر يناظرهم لأنه عندهم هيبة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الزول اللي بيعاديه قبل ما يلاقيه بشهر بيرجف، قبل ما يلاقيه بشهر. ولذلك يا جماعة الزول يتبع السنة. السنة بتظهر وين؟ تظهر في أربعة أمور قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الأمر الأول في العقيدة. انت أول شيء عقيدتك دي ده أساس الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انت العقيدة اللي بتعتقدها دي جبتها من وين؟ إذا من السنة، من الكتاب والسنة، أبشر انت في خير. وإذا جبتها من فلان وعلان ولو خالفت الكتاب والسنة ابشر بما يسوءك، بما يسوءك. العقيدة يا جماعة من الربوبية، الله الرب الخالق المالك المدبر الذي بيده كل شيء. ودي مسألة الكفار الأوائل ما كان عندهم فيها مشاكل،
الله الرب ولا بناخشوك ذاته فيها. ما أنزل الرحمن من شيء، هم ذاته بيقولوا ما أنزل الرحمن من شيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ديل هن عقيدتهم كذا. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل لمن الأرض ما برا ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. يقول لك الله. تقول لنا البرزوكم منو يا أبا جهل ويا أبا لهب ويا عقبة بن أبي معيط ويا أبي بن خلف وغير، إتو البرزوكم منو؟ يقول لك الله. لا ما بتعلق حاجة للرزق، لا لا الرزق ده عند الله بس. إنتوا متأكدين؟ ولك متأكدين. وكفار؟ ولك نحن كفار كبار جدا، إذا صح التعبير نحن كفار كبار جدا. البرزوكم منو؟ الله. الخلقكم منو؟ الله. البحيكم منو؟ الله. البميتكم منو؟ الله. طيب الكون ده يا أبا جهل ويا أبا لهب ويا غير، المدبر منو؟ الله. يعني النجوم والكواكب والشمس والقمر، الكون كله، الليل والنهار والصحة والعافية والمرض الأمور دي كلها بيد الله. يقول لك بيد الله. أقرأ القرآن تلقى كلامي ده كله قاعد، تلقى كله فيه. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون ده الكفار، ده الصحابة هنا. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكتل الله الأمور دي كلها بيده. إنتوا ما تتقوا توحدوا. قالوا لا لا لا، عندنا ذنوب، نحن ما وصلنا الدرجة اللي بنقيف قدام الله نسأله عديل. شوف إساءة الظن بالله، عشان كده دي أقعب من الخمر وأقعب من الفواحش وأقعب من السرقة وأقعب من الربا، بسيء الظن بالله. نحن الله ما وصلنا الدرجة اللي بنقيف قدامه نسأله. الله ما عنده ناس معينين. شوف إساءة الظن، يعني الله الخالق ديل عنده ناس معينين إلا نمش بجهتهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بس الله سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص. الله دار دين نظيف، دين نظيف. يا العربية لو بنزين كبوا فيها جاز بتتلخبط، كله فينا بترول، لو كبوا جاز لخبط. البنزين ذاته عنده محل معين، والموية محل معين، والزيت محل زيت الفرامل برا وزيت المكنة برا وزيت الهيدروليك التروس برا وده برا، كل أي شيء عنده محل معين. أي شيء خدته في محله الشيخ بتحترمه، احترمه. العبادة لله، احترمت الشيخ ما بزول سألك، لكن ما تعبده، ما تعبده. يقول لك ما ممكن أكون عبدته، أنا ما قلت زي الله ده زي الله في أي شيء. وإنت قال كفار قريش قالوا الأصنام زي الله في أي شيء. كفار قريش الأصنام دي صنعوهن براون، هنا جابوا الطين الموية والتراب ولخوا الشغل وجابوا الكوريك والمسطرينة، هم براء ونسوا الصنم. والواحد بيكون أكبر من الصنم بتاعه، يعني العابد بيكون أكبر من المعبود، والعابد هو الصنع المعبود. ما ممكن يكون عقيدة ده زي الله في أي شيء. لكن قالوا آلهتنا دي السوينا دي
قريبة من الله، ونحن عندنا ذنوب دي بتقربنا لله. الله دي ما دايرة. انت هسه بتمشي مكتب بتاع حكومة عندهم شباك وفيه شبك وفيه طاقة وعندهم باب، قالوك تعال بالشباك، تقعد تدافر في الباب بدوك حاجتك ولا بدوك بسطونتين وبرموك جوا؟ الله سبحانه وتعالى قال لك تعال لي بالدرب ده، تقول لي لا إلا أجيك بديل؟ قال لك لا ديل ما تجيبون، تعال لي إيتا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الطريق لك كيف يا الله؟ أجيب دعوة الداعي إذا، في فعل شرط وفي جواب شرط، وده شغل فيه شروط. انت تخالف الشروط ودائر دار الخير. وإذا سألك عبادي عني، سألوك عني، فإني قريب ما بعيد، أجيب دعوة الداعي، يعني أنا بجيب الدعاء بستجيبه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني إذا دعاني الداعي فإني أجيب دعوته. إذا دعاني الداعي فإني أجيب دعوته، ده الكلام. طيب إذا دعا الداعي غيري فهل أستجيب دعوته؟ الجواب لا. عشان كده يتحداك، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عشان كده قال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد. أول شيء هم عباد ما أسياد. أنت ساي سميتهم سيدي فلان، يا زول الله خلقك حر، شنو سيدي فلان وتبرك ليه؟ والله يا جماعة شيء غريب جدا. زول يا أخو أم الولدته ما بينكسر لها زي دي. أمك دي لو سلمت على فكرة أو يدها ده حلال، لأنه دي ولدتك ودي في النهاية عندها حق عليك. أبوه الولده تلقاه متضايق منه أبوه، ولو هو هنا وأبوه في البلد ما بنادي أبوه، ولك أبوي ما بيسمع، لكن شيخي بيسمع. أبوه ما بيسمع لكن شيخه بيسمع. ويجي داخل عليه أمه بعمته وبنعلاته، ولا يمه دائرة شنو؟ دائرة كذا. ولما نيجي داخل عليه شيخه إيدع العمة ويدع النعلات ويبرك في الواطاء ويحبه، يا ذول وصلوا شنو؟ والصحابة بيركبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الدابة، معاذ رضي الله عنه والرسول يركبوا في دابة واحدة، دع عن قريب وما تقعد فيه، إبريك وتمللهم، والإبريك ذاته ممكن يقلبوا لك عصير، الموية يقلبها لك عصير، شغال يقلب، وده ما بعرف إيه، وتجيب له التبروقة بتاعته المصلاية وتعمل له وتجي تغسل له كرعيه ويتوضأ، تلقي الموية، تتلقى الموية، تشرب موية الوضوء بالعرق بتاعه وبالوسخ وبأي شيء، تشرب موية الوضوء وبركة يا فلان وبركة يا شيخ فلان، وهو قاعد ويشيل صوته، ده كله صورة وصوت، يشيل صوته ويجلدك. ياتي يوم الرسول جلد صحابي، ياتي يوم جلده في غير الحدود، ياتي يوم صحابي قعد له وجلده. يا أخي الرسول بيحترمني يا أخي صلى الله عليه وسلم، يا أخي بيقعد في نص صون، لو ما الهيبة بتاعته والنضرة والجمال اللي في وجهه ما يميز بيناته بينه وبين أصحابه من التواضع. بينما نحن جلوس عند رسول الله قاعدين سوا كلنا، عمر رضي الله عنه يقول كذي في صحيح مسلم، تواضع في نص صون ويضاحك صلى الله عليه وسلم،
ويكون ماشي ويكون ساجد، اجي الحسن والحسين ويطلع في ظهره يقول إن ابني هذا ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، فكرهت أن أتركه ولما يقضي نهمته، أو كلمة نحو، وتواضع في نصه. هو الله رباه كذي، قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والله قال لي كذي، قال له إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، مش تديهم بسطونة، فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عشان كذي كان أرحم الناس بالناس. لما الله قال في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي صحيح مسلم في الصراط الرسول يكون في آخر الصراط، في صحيح مسلم كلما صعد رجل من أمتي يقول اللهم سلم ربي سلم سلم حتى ينجو، لأنه شفيق بالأمة، لأنه دار لهم الخير. لكن تعال شوف ده يأكلك في العصيدة الحامضة يقول لك دي مهيوبة ودي دغماء وفيها البركة، وهو يأكل في العتوت. أسي دي ده صدقك مع الأمة، ده خيرك اللي بتقدمه لهم، دي فيها بركة، العصيدة الحامضة فيها بركة، والجداد فيه شنو يعني، والشيء فيها شنو، إذا العصيدة الحامضة فيها بركة. يا ناس أوهموا الرأي العام، سووا مغارات، شفت في البلد دي سووا مغارات ومنشآت ومنارات وسوق للتجارة كله باسم الدين. تلقى قبة في البلد لا فيها ضرائب لا فيها زكاة لا فيها حق عتب، لا ناس المحلية بجوا، لا ناس الشرطة، لا ناس المرور، مرطبين الجماعة خاتين كورة ويجوا يدفعوا قروش للميت. هذه الناس ما مواهيم يا جماعة، والميت دار له قروش، وكانت دولة في يده الميت يخدها وين؟ الكفن فيه جيب، من دار أعرف قروش يعمل بها شنو؟ يشيلوها في الكورة يشيلوها، واحد قاعد لابس لها عراقي شيل في القروش ومشي. الناس يوم الجمعة في المساجد بيصلوا لله ويتعلموا من الخطبة، وديل قاعدين في الجباب عربات ملانة حمد أن يجمقوا هنا بعدين شوفوها. وبعد يقول لك البلد ونحن ودارين الله يفتح علينا، ونحن مقفلين علينا فزل، أي شيء أنت دايره فوق أصله ما تحد، رزق فوق، جنة يجيك من فوق يهبوا الله، مغفرة فوق ومن يغفر الذنوب إلا الله، الجنة فوق سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، الرحمة من فوق من فوق، المطر يجي من فوق، أي شيء من فوق، الروح الله خلقها تجي من فوق. وديل كابسوا تحت ويكابسوا في ناس فقراء ضعفاء، ناس ذاته على خلاف السنة، زول يجو أبويا الشيخ داير جنى والأذان يأذن يقول له أبويا الشيخ أنا أصلي وأجيك راجع، هو يصلي في الجامع ويخلي أبوك الشيخ قاعد في محله، وده لو صلى والله قبيلة منه درجة وجلوا ماشى الجامع بسبع وعشرين درجة. أسداك يجي راجع للشيخ ولا الشيخ يجيه ذاته، البجل الثاني من وصله كان في جيه، البجل الثاني منه ذاته. هاي هاي ذا تاري لو بيقى جون سينا ما بيقى.
لو بقى بيقولوا جون سينا قوي وكذا وكذا. هاي جزاك الله خير يا عم شمس الفلاح. ماف قالك زول ومات وغسلوه كفنوه ودخلوه جوا وطوب وفوق له طين وفوق له تراب قريب متر وفوق له بنيان، وبعد ده ينادوا في آخر الدنيا يلحق كيف؟ كيف يلحق؟ هو يا جماعة الرسل بيتخذوا الأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده درع، الرسول ذاته صلى الله عليه وسلم في زول أصلح منه؟ عنده درع وديل يلبسوا في حجاب وديل يقولوا يا فلان نجينا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الناس وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق، بعد صلى الله عليه وسلم لابس درع، تقول لي ده ينجي؟ هو يوم أحد كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، السنين انكسر وسال الدم من وجهه، شج وجهه صلى الله عليه وسلم، سال الدم منه. ولما انطلح ابن عبيد الله رفع النبي عليه الصلاة والسلام بشماله وهو يقاتل بيمينه، طلع به جبل أحد وقد ابتلي صلى الله عليه وسلم. بعد تقول لي فلان بينجي وفلان بيسوي، عشان كذا أمس أو يوم الجمعة مش أمس، أمس واحد قال لي، جاء واحد قال لي الشيخ اديني حجاب ولا ورقة من الصاقعة، ورقة ولا حجاب من الصاقعة. قال كتب لي ورقة كذي شخبطة له ودالي. قال مشى الجماعة قال له الشيخ هسي دي بتسوي لي شنو الصاقعة دي وكذي. أخ قال لي خليه، كان تراه الصاقعة سمع صوته وما جاته بيقول نجيته أنا، وكان جاته الله بريحني منه تاني ما بجيني، في النهاية أنا برتاح منه. بس عليك الله تزول فايب يا اخي، اسال الله سبحانه وتعالى. الظريفه واحد قال جنبه قاعد، قال واحد قال يا الله تعرس لي يا الله مرة، قال عمه عنده بيت وداري خارية قاعد جنبه، قال لي يا الله مرة، قال ما سكوت قبلت، قال لي اروح طوالي، قال عقد لي ودا يلا، قال لا مش قبلت طوالي، قال الله اداه طوالي وقتي. أقول يا أخي الزول يدعو الله ويستعين بالله ويلجأ إلى الله. الناس تقرأ الآيات والأحاديث دي، شفت الربوبية الألوهية، العبادة تصرف لله وحده، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات. عليك الله جماعة خلي الأسماء المعرفنا، 99 اسم، 99 اسم، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الرزاق إلى آخره. الزول اللي عنده طلب ده 99 اسم دي يخليه ويمسك له في زول 99 اسم لله سبحانه وتعالى، هو واحد. 99 اسم دي ما في اسم بيوافق الطلب بتاعك ديتا، ده الرزق يا رزاق أرزقني خلاص موضوعك انتهى، ده الرحمة يا رحمن يا رحيم، وأثني على الله وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء بتاعك الله بيستجيب لك، يا وهاب هب لي. ولذلك يا جماعة الزول يجعل عقيدته في الله صحيحة، دي أول مسألة. المسألة الثانية السنة في العبادة، أي عبادة على وجه الأرض النادر تعبد بها الله سبحانه وتعالى فيها دليل أعبد بها، ما فيها دليل ما تضيع زمنك. الزول اللي بيعبد الله بالبدع زي الزول الشايل له جراب ومسافر سفر بعيد وبيقطع صحاري وأودية ومفازات، بدل يملى الجراب دقيق وأكل وأشياء وحاجات يستفيد منها قدر ما له، يملى في التراب، يملى في التراب وماشي يقطع صحراء ويملى في التراب والرملة، لا استفاد منه وضراه في النهاية.
ضروا الزول التعبان في البدع السلف كابن مسعود رضي الله عنه قالوا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. شفت بعد العشاء صليت 11 ركعة دي السنة، ركعتين سلمت، ركعتين سلمت، ركعتين 11 أخير من تجر الليل من بعد العشاء للصبح شايل لك لا لوبة وتقول لك في أشياء ما فيها دليل، كر 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 كر، وتقول لي نعسان وظهري موجعني من الليل ووق وإلى آخره، ما بالكترة ما بالكترة. في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم لما الناس سألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فأصلي يعني الليل ولا أرقد، ما بنوم ذاته، وقال الآخر وأما أنا فأصوم أي الدهر ولا أفطر سنة كلها صيام، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء بشغلا، سوام بشغلا ما بزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بمقالاتهم هذه قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، في رواية غير أني أصلي وأنام، في لفظ أرقد، داك دار يصلي للصبح وهنا السنة أصلي وأنام. الأكثر من ناحية كثرة، الأكثر الأول ولا الثاني؟ الأول، لكن ما زال ما كثرة في البدعة. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر. شوف الرسول قال شنو، قال أصلي وأنام في لفظ وأرقد، لما جاء في الثاني وأصوم وأفطر ذاك أكثر، وأتزوج النساء في الثالث، وأتزوج النساء، وأتزوج النساء بعد. قال فمن رغب عن سنتي، عليك الله الناس دي ما بخافوا من الكلمة دي، فليس مني، قال فليس مني دمنه الرسول عليه الصلاة والسلام، دي براءة، فليس مني، يعني انت تعبان وبعد ده فليس مني، فليس مني. فالمسألة ما كترة، سنة دي تمشي في خطوات، والله تنجو والله بالقليل. في زول دخل الجنة بغصن شوك، بس غصن شوك بس أزالوا من الطريق الله دخلوا بالجنة. التاسي يمكن عملت لك حسنة الله زمان كتبك من أهل الجنة، تاني تعبان في البدع عليه، صلي صلواتك الخمسة دي، جاء رمضان صوم، جاء الحج ما حجيت وانت مستطيع، طوالها مش حج، وقت الزكاة جاء حال عليه والحول المال وبلغ النصاب وكذا زكي، تاني الله وفقك في النوافل سوي النافلة بس اللي بتقدر عليه بس، فاتقوا الله ما استطعتم، بالقليل الله بنجيك. انت بجي تجتهد في البدعة وتقول عشان ارتاح، فينا طبعا في بعض الناس ابليس غشاهم. قال الطرطوشي في المحدثات الحوادث والبدع، كتاب الحوادث والبدع، طرطوشي ده من ائمة المالكية، قال يلقي الشيطان المكاء على اهل البدع حتى يزينهم للناس. في تزول المبتدع ده الشيطان بيخليه تلقاه دموع سائلة وعيونه لينة، عيونه تلقاه لينة وحزينة، وتلقاه لبسه كيف وعامل كيف ولابس له حاجة زي الطرحة، وتلقاه هادي، تشوف سمته كذي تقول ده ولي ذاته، ده أكبر ولي على وجه الأرض. إذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولك كلمات تقول يا أخ كلامه ده بخد جوا، كلامه سمح، واحدين كمان ما بيفهموا كلامه، ولك كلامه ما بيتفهم، يدي كلام كذا يترجم له ويقول له ما بيتفهم ذاته.
والله الذي لا إله غيره، يقوم يتخدع، ولا هو براء واجتهد في البدعة يقوم قلبه ينشرح لها، ولك والله أنا ادوني ورد 512 قمت أقوله والله انشرحت انشرح عمري ده تشت ما لقيت زيه، والله الدنيا دي شفتها بقت لي ولا شيء ذاته، والناس زي بعاين لهم كأنه أنا أحسن زول على وجه الأرض، ناس دي غافلة يا أخي، الناس دي ما جايبة خبر، الناس دي الحاجة اللي عندي دي أنا ما لقوها ذاته لسه، راحة يقول لك والله يا مولانا قربت أطير ذاته شدة ما مرتاح، قربت تطير ودي ما جابوها لك في القرآن، أنت ما جايب خبر ودي جابوها لك في القرآن، أنت كيف تركز فيها بس؟ فالعبد يعبد الله تعالى بما ورد في السنة من أقوال أو أفعال ومن عبادات سواء كانت ظاهرة أو باطنة. ثالثا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق هذه السنة في الأخلاق كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، فينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في سنته التي نقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بالأخلاق التي جاءت في كتاب الله تعالى من الحلم والصبر والكرم والصفح وحسن الظن، وهكذا الأخلاق الحميدة. ولذلك قال أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نقلا عن بعض السلف كالحسن البصري وكعبد الله بن المبارك، حسن الخلق يكون بثلاثة أمور: ببذل الندى الكرم، وكف الأذى، وطلاقة الوجه. زول الأخلاق حسنة تلقى وجهه طليق، وتلقاه يبذل الندى، كريم في السفر تلقى كريم، لو جيت في بيته تلقى كريم، في المواصلات في أي مكان كريم الكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. تكون كريم. ومما يعين على هذا الكرم الزهد في الدنيا واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، يعني الزول الكريم ده لو ما بقى مخلص البذل بيبقى له صعب، لأنه في النهاية الله سبحانه وتعالى قال: وتحبون المال حبا جما. لكن الزول الذي يبتغي وجه الله تعالى فإنه يبذل هذا المال، وهذا دليل وبرهان على إيمانه كما في صحيح مسلم: والصدقة برهان. تلقاه كريم، تجده كريما. وكف الأذى ده من حسن الخلق، لابتاز الناس باللسان ولابتازاهم بالفعل، يعني بعض الناس يؤذي الخلق بأفعاله وبلسانه، تلقى قاعد في الشارع أي زول جماري يعلق عليه وده أذى، لأن اللسان ده فيه أذى زي ما الله قال في القرآن: لن يضروكم إلا أذى. أذى اللسان ده فيه أذى للناس، فتلقاه يعلق ويضحك بيده ويسخر بيده
ويتكلم في ده، ويل لكل همزة لمزة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. يا زبل اللسان. وبعض الناس تلقاه ميزته ومزاجه الإحراج، أي شيء بيحرجك فيه بس يقف لك في حلقك، بس انت ما تبقى كذي، انت غير ما الناس يبغضوك ما بتستفيدي. تلقى اي شيء يعلق عليه التعليق اللاسع ويجهل الناس اللي حوله في حاجه فارغه ساي. واحد يقول استراليا دي بالشرق تكون بالغرب، يقف له في حل اللي عرفك، تقول انت حاجه ما عارفه بتخش فيها ليه؟ بس في ده تقول بالشرق، هي ما بالشرق يا اخي، ما تفوتوا ساعه كان بقت بالشرق ولا بالغرب، في نهايه بعيده نصلها كيف ما معروف. انت ما في نهايه ارباشو تعرفها في الشرق ولا في الغرب، كلام تلقاه في موضوع بسيط يجيب للزول في حلقه. ولذلك الانسان يعني يتخير افضل الالفاظ ويخاطب بها الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، واصل هذا الحديث في البخاري ومسلم من روايه عدي رضي الله عنه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. أن تقول القول الحسن وأن تعمل به. فده يا جماعة بعض الوقفات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة المعاملات، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات، لأن الدين ده ما في المساجد بس، الدين في المسجد في الشارع، في أحكام إماطة الأذى عن الطريق ده من الأحكام، في الشارع ذاته في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ليس لنا منها بد نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ ذكر أربع أشياء: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو ما بتقدر على الأربعة ديل ما تقعد في الشارع. غض البصر، يقول لك وأنا ذاتي قعدت عشان عاين، يبقى أنت ما بداية تقعد. وكف الأذى، ما تأذى زول جماشي ركشة الكعبة وشنو، واحدين يلقوا بتاع درداقة فتران شايل له ترمز وناي، انك ترمز هاي اكله، معقولة يا اخي؟ ويضحكوا عليه. وكف الاذى ورد السلام، كتار تلقاهم سلام عليكم ولا بعين لك. واحد كمان الخلاص اللي فيه خير يقول لك مرحب، مرحب دي ما رد السلام، مرحب دي ما رد السلام، سلام عليكم، عليكم السلام. واحدين بيتموها تقول له السلام عليكم يقول لك ورحمة الله وبركاته، يعني تمال هنا ما دار يديك ذاته، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كله في الشارع ده لاقان. ولذلك المعاملات في الشارع في البيت في أي مكان، أنت مسلم ما في المسجد بس، مع الزوجة أنت مفروض تتعامل بالإسلام، خيركم خيركم لأهلي. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. هالة بنت خويلد بعد سنين من وفاة خديجة بنت خويلد جاءت أختها هالة فاستأذنت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم استئذانها فذكرته خديجة رضي الله عنها، وكان يحب خديجة. وهكذا الوفاء
والمعاملة الطيبة والرحمة. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. مرة في البيت تلقى يجي ينهر ويجي كورك يا بيت، هي مرة قدره يا بيت، أقول يا أخ يا ولية ووك. وفي المواصلات والله يا جماعة قبل يومين شفت منظر والله جربت أبكي وما قدرت أعمل أي شيء، غاية ما تمنيت السلطة في حياتي إلا قبل يومين، تمنيت أكون سلطان ولا وزير ولا حاجة، بس في زول في الشارع نجمه بها. مرة مارقة ضعيفة وعيانة وشايلة كيس بتاع عدوية ورقة والراجل بنهر فيها، أجيب هنا سوي كده ويمدنقر وتعبان وجنبها طفل، دير رحمته وين؟ المرة دي تغسل وتخدم وتطبخ وتنظف وتهتم بالولد وتساهر معاه وكذا وتقضي الوتر وتستر، وإذا قالوها البيت كيف تقول أحسن شيء وفي أي شيء فيه وهي ما في أي شيء، وتعمل وتعمل وتعمل، وده في النهاية يهين فيها. أدوها له كاملة كذي، أبوها الوليدة وأخوانها أدوه مرة كاملة شيلة وساقة دخل بيته وقفل الباب وزلها جوا. معقولة يا أخ؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا غليظا. ولذلك يا جماعة الأمر يطول المعاملة، أن تعامل الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، صلى الله وسلم على نبينا. والله تفسير الشعراوي، الشعراوي رجل الناس أغلبية الناس بيثنوا عليه لجهلهم بحاله، بيعجبنا الأسلوب بتاعه وكذا وبعض الأشياء اللي بيجيبه وكذا وكذا، رجل يورد آثار ليست بصحيحة، دي واحد. اثنين يفسر القرآن بخلاف التفسير الصحيح، لا من ناحية اللغة يفسره بالدارجية ولا من ناحية المعنى نفسه. مثال عشان يبقى واضح الكلام ما يكون كلام ساي، في قول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، شعراوي قال ده فيه دليل على جواز البناء على القبور. والقرطبي رحمه الله في التفسير قال الصحيح أن هذه الآية الصحيح فيها أنه ليس فيها دليل على جواز البناء على القبور، بل العكس. ليه؟ لأن الله تعالى قال قال الذين غلبوا على أمرهم. من هم الذين غلبوا على أمرهم؟ الذين غلبوا على أمرهم الأمراء، وعادة الأمراء الإفساد وليس الإصلاح. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. القرطبي قال والذين غلبوا على أمرهم في هذه الآية هم الكفار، لأن المسلمين نهوا عن البناء على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والشعراوي صورة وصوت بينكر عذاب القبر، صورة وصوت هسه خش النت تلقاه. فالرجل ده أخذوا عليه مآخذ كثيرة جدا ودي بعضها، فالإنسان ما يستمع له ولا يغتر باللهجة وبالكلام السمع وبكذا وكذا وكذا، وإنه يبكي الناس وإلى آخره، وفي الطوطح في الكرسي يمش كذي ويمش كذي، وإلى والجماعة تحت يكوركوا يا الله ووك إلى آخره. التفسير الصحيح تفسير القائم على السنة وعلى الآيات والأحاديث وكذا وكذا، موجودة التفاسير الصحيحة كتفسير البغوي وكتفسير ابن كثير بالعموم وكتفسير السعدي وكتفسير ابن جرير الطبري، دي الآن أربعة تفاسير، وكأضواء البيان الشنقيطي، وفي تفسير صوتي الآن الشيخ محمد صالح العثيمين صوتي زي ما ده عنده، ده تفسير صوتي وده تفسير علمي، وأي زول يستمع
لتفسير آية واحدة منه بيعرف المادة العلمية اللي بتقدم فيه. نسأل الله التوفيق والسداد، جزاكم الله خيرا وصلى الله.